الفنانة السورية جيني إسبر في بيت الفن. أجمل فن هو فن الحب. هل هذه تعتبرينها فرصة ذهبية أم يمكن بديتي من فوق وكان المفروض تبدين ستيب باي ستيب؟ كانت فرصتي حلوة أنه أنا بلشت مع ناس مهمين وعمالقة بهذا المجال يعني. عدد الممثلات كان أقل بكتير من ما عم نشوفه اليوم. بعضهم منهم بيطلع هاي المهنة بطريقة الاستسهال وهذا الشيء اللي بيورطهم وما بيخليهم أنه يستمروا. أنا السوشيال ميديا حلوة بس الخصوصية كتير مهمة لأي إنسان يعني. مو لأنه والله أنا فنان فأنا لازم أكشف كل ورائي على العالم. واو شفتي؟ بيت الشهرة. بيت الشهرة هذا أول خيار بتروحين عليه. يا سلام بيت الأسرار. بيت الأسرار أسرار كثيرة. هاي بيت الشهرة ولا بيت الرعب؟ جينا أسبر بلشت بشيء اسمه رقصة مع الشمس. ومن وقتها أنت رقصتي وطلعت بالنجومية صح؟ صح يعني أكيد الخطوات الأولى إلى واقع مختلف يعني طبيعي هذا الشيء يعني بالفيلم ما فادني هذا الموضوع بس يعني بحياتي أكيد فادتني هاي القصة. هلأ جينا أسبر عم تعمل إعلان شو ما كان يكون خليني أقول زيت ألي. حلو. ما بتخافي صورتك ترتبط بالزيت؟ قولوا زيت جيني هاد. بالعكس هذا الشيء منيح معناته قديش أنا مأسرة بالعالم يعني الفنان وقت بيختار الصح بوقت معين بيختار الإعلان الصح أنه في كتير نقاط كتبوا أنه أنا مع أنه مساحة دوري كانت مساحة صغيرة. كيف بلشتي تمثلي؟ كيف فتت على الفن؟ لا كيف بلشتي تمثلي فعلاً؟ يعني هو التمثيل إلا كيف يعني القصة مو قصة أنه أنا بدي أمثل إلياذة لحتى أكون نجمة يعني في ناس كتير بتحب تشوف وجوه ممكن تكون تمثيلة طبيعي يعني مهمة تكون متصنعة أو مهمة تكون العالم أنه ما تحب تشوفها يعني أنا اليوم فيني أمثل يوم يومين شهر شهرين بس ما فيني أمثل سنين على الناس. تعتبري حالك أنه أنت ممثلة بتقدم ألوان؟ أنا ممثلة بقدم بعرف نوع أولاً أنا بقدم حالي كجني ما دخل موضوع العمر بس أنا بقدم حالي بعمري أنا عمري ما بخاف منه ما بخجل بقول أنا عمري 38 سنة.